السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين. إن شاء الله ضمن فقرة البحث العلمي اليوم راح نتعلم طريقة استخدام تطبيق جرامري بتحسين مخرجات البحث العلمي اللي هي using of grammarly application in يعني improvement research written اللي خاصة بكتابتك. بالمناسبة بصورة عامة احنا غير مستخدمين اللغة الإنجليزية، نعتبر فوريا ان اللغة الإنجليزية، لذلك مهما يكون انت من خاصة بالكتابات الأكاديمية، من تكتب انت بحث علمي وترسل هذا البحث العلمي الى مجلات عريقة وهي تخصص باللغة الإنجليزية، كأن تكون هاي المجلات هي مثلا من دار نشر معين، السيفير، سبرينجر، ويلي، ايا كانت، خاصة اللي الباحثين اللي دائما بحوثهم تكتب باللغة الإنجليزية. فأكو خاصية هي متوفرة بالمجلات حديثا اسمها بري بروفنج، انه انت تسوي اعادة تحسين للغة اللي موجودة مقابل مبلغ معين ضمن ستراكشر المجلة. واكو طريقة ثانية صراحة انه انت ترسل بحثك من البداية تكون لغته الأكاديمية ممتازة يعني او جيدة جدا، ما نقدر نقول بيرفكت. احد الاسباب الرئيسية اللي ترفض بها نشر البحوث العلمية هو اللغة الأكاديمية اللي أنت كاتب بها. كان يكون أي لأي سبب من الأسباب أن الباحث نتيجة الكتابة الأكاديمية يفقد الكنترول اللي عنده في مثلا السيطرة على الأزمنة، إخراج الجمل، تكوينها، تتحدث بأي لغة، حرف في بداية الكلمة كابيتال سمول، يعني كأن تكون كتابة مالته عميقة جدا، فلذلك تحدث يعني هفوات في الكتابة في ستراكشرال اللي خاص بالكتابة. في بعض لما انه ترسل بحثك الى هذه المجله، العديد من الاديتورز اول ما يتابع اللغه الاكاديميه اللي انت كاتب بيها، لذلك يصير الرفض للبحوث مبدئي. فاحنا حتى نتجنب قدر الامكان، هي عده اسباب لرفض البحوث، كان تكون عدم يعني ما متطابق مع المجله غيرها. احنا اليوم بدنا نركز على الكتابه الاكاديميه. فصراحه برنامج جرامري برنامج جدا مفيد، يفيدك ويساعدك بتحسينك بإخراج القواعد النحوية الخاصة ببحثك باللغة الأكاديمية اللي أنت بدك تكتب بها البيبر الخاص بك، وراح حتى كذلك طريقة الاستشهاد للبحث، شلون أنت راح تستشهد مثلا داخل المتن الخاص ببحثك، شنو الطريقه اللي انت راح تستخدمها تسوي سايتيشن الى بحث، يعني راح يفيدك ان شاء الله هواي. اليوم ان شاء الله راح ناخذ تطبيق الابلكيشن ونطبق عليه. هذا عندنا جرامري موجود هنا، راح ندخل على البرنامج. بالمناسبه البرنامج جرامري اكو فري موجود، لكن الفري ما بيه كل الميزات اللي انصح بيه انه اني اشترك بيه. اكو الى ابلكيشن تقدر انت تشترك فيه اشتراك شهري، سنوي، نصف سنوي، ويفيدك جدا هواي، يعني خاصه اللي ملتزم بالكتابات، كتابه الرسائل، الاطاريح وغيرها. فهنا ساعدنا برنامج جرامر، ندخل على التطبيق من هنا، نروح على بالمناسبه من تدخل على الابلكيشن راح يفتح لك عده نوافذ. النوافذ القديمه يخزنها لك اذا انت مسوي لها سيف، تقدر تحذفها، تدخل من هنا ديليت ديكومنت تلغي. إذا مثلا أنت تشتغل كم مثلا بارت يسيف كل بارت. بالمناسبة برنامج الجرامري ما داخل بأدوات الذكاء الصناعي، لأن هو ما راح يكتب لك فتشي، مجرد يحسن قواعد اللغة. فبرنامج إطلاق التطبيق هو غير داخل تماما بذكاء الصناعي، لأنه أصلا لا راح يسوي لك ريفريز بالكامل، يغير لك بالجمل ومثلا يعني جمل معناها بالكامل، ولا كذلك راح يساعدك بكتابة، مجرد تطبيق على قواعد اللغة الإنجليزية اللي أنت كاتب بها البحث الخاص بك. نجي نفتح نيو. بعد ما تفتح نيو عندك عدة خيارات بهذا الشكل. بالمناسبة أنت تلقائيا من يكون عندك حساب راح تسجل بتسجيل اعتيادي، يوزر نيم، باسورد. بعد ذلك تدخل للحساب، هنا يكون الدوكومنت مالتك، الابلود فايل، تقدر تسجل تسجيل دخول، تقدر لوج اوت، ومن هنا الساين اوت تقدر تسجل،
لوج ان، يكون عندك حساب خاص بي على الجيميل اللي خاص عندك والباسورد، بعد ما ان انت تشترك ضمن احد المؤسسات الأكاديمية غيرها. وتحسين اللغة موجود عنده بعدة امور، تقدر تختار البريتش، الامريكان، كنديان جورنال، استراليان، تمام عيني. ايضا عندك حتى انه طريقة للتسميع، يعني تقدر تختار انت طريقة التسميع اللي انت تحتاجها، او كذلك تحتاج حسب كتابتك، كتابة ريبورت، تقرير اعتيادي، تختار مثلا انت الطريقة اللي تناسبك. لا، كتابة اكاديمية، مثل ما نعرف احنا الكتابات الاكاديمية للبحوث وغيرها نعتمد البريتش انجلش، الكتاب يعني حسب انه انت شنو المغزى مال بحثك، كنديا عندك، استراليا، هي هاي الرئيسية الاربعة تقريبا. والكتابات العامة الانديان انجلش. هسه نجي هنا تقدر تسوي لوج ان تلقائيا هنا على الماي جرامري، تدخل عليه بتقدر تسوي من هنا لوج ان، ساين ان، ساين اوت. مجرد ما تدخل على الساين ان على الساين اوت راح يسجل عندك الحساب، تسجيل جدا بسيط، تمام عيني. هاي ساين اوت، اقدر اقول له من ساين اوت، من يقول لي ساين ان تلقائيا اروح يعني ان البرنامج هذا تطبيق هنا ابلكيشن يطلب من عندي ادخل الجيميل وادخل الباسورد. واني ذكرت هسه مسبقا انه البرنامج تقدر تشترك فيه اشتراك، لانه الفري مالته التطبيق مالته كلش كلش بسيط يعني بهذا الاتجاه. نجي على شغله ثانيه، بعد ما انه اني اسجل بالحساب راح افتح نيو، فتحت نيو ابلكيشن. هسه راح اخذ اني اي بارت معين مثلا استخدمها. قبل ما تستخدم برنامج جرامري تروح على الجولز، الهدف مالتك، هذا ضروري جدا. الجولز عندك نجي شنو الدومين الهدف عندك، الكتابة جنرال تختار جنرال، تريد ترسل ايميل منها، تريد بزنس تختارها منها، اكاديميك كتابات الاكاديمية البحثية تختارها منها. نجي على التايب، النوع اللي يكتب لك به، بشكل تقرير، بشكل يعني شنو الاساي ولا اذرز، عدل هو يعني شنو الابلكيشن الثالث اللي تحتاجه. نجي احنا سبق ونوهنا انه انا مثلا خلال الكتابه اريد اسوي فارزه بين باحث وباحث، فارزه بين عنوان وعنوان داخلي، فاحتاج في الطريقه للسايتيشن، فاكو فد فورمات، تعرفون احنا هاي الفورمات موجوده عندنا، الاي بي اي اللي هي الستايل، اكو ستايلات خاصه حتى احنا نسوي بها السايتيشن، واكو الميل، واكو شيكاغو، وايضا هاي موجودات بالجوجل سكولر، واتوقع الكل يعرفهن. اللي هنا هسه من ادخل انا على اي جوجل سكولر، مثلا انت من تسوي فد سايتيشن الى بحث معين، اذا ما تستخدم برنامج مندلي طبعا، اي كان، مثلا هسه هنا راح ادخل انا على اي بيبر، مثلا خلينا نقول هذا اسوي له سايتيشن، ده يعطيك الخيارات انه انت تسوي بها السايتيشن، شيكاغو، هارفارد، انكفرز، تمام عيني. هاي الطرق كلها موجوده عندك. تريد تستخدم ابلكيشن اللي هو مثل مندلي اند نوت، يعني عندك هواي كثير من ابلكيشن، لكن اكو طرق للاستشهاد. شنو هاي الطرق؟ تقدر تروح تقرا عنها بتعمق وتعرفها. فايضا برنامج جرامري يوفر لك هذا الشيء، انه انت الطريقه اللي تمشي عليها مثلا ببحثك، انه انا مثلا طرق الاستشهاد من راح اسوي الريفرنس، مثلا راح استخدم الاي بي اي، تمام عيني، من ارتب الريفرنس نهايه البيبر. فهنا المفروض اختار الطريقه نفسها اللي راح امشي عليها بنهايه الريفرنس، اختارها هنا نفسها بالداخل النص الاكاديمي انه يسوي لي سايتيشن للبحوث، تمام عيني. بعد ما تقول لي الخيارات اللي انت تريدها تقول له دان، بعد ذلك تاخذ النص هنا وتستخدمه ايا كان النص. هسه مثلا راح اخذ انا اي نص اعتيادي موجود، اي نص اعتيادي راح اخذه، كان تكون هاي اي كتابة اعتيادية مهما تكون انت متقن هذه الكتابة، راح اخليه هنا بهذا الشكل. هذه الكتابة راح الصقها هنا، اقول له بيست، بعد ما انا كتبت فد جزء معين، بارت معين، هسه هو يذكرني السيتس جول اللي انت ثبتته لك هذا الشكل، تمام، اقول له دان. هسه راح نبلش. لاحظ هنا يعطيك السجستشن، الاقتراحات اللي انت ممكن تغير بيها. السجستشن ايش تشمل لك؟ تشمل لك الكوركت، التصحيحات اللغويه، تشمل لك صفاء الجمله، اكو بعض الجمل انت تكتبها ما بيها صفاء واضح باللغويه فيأشر لك اياها. كذلك بعد شنو ينطيك؟ التطابق اللغوي.
وبعد بي عدة خيارات، احنا تهمنا تقريبا اول 3 أو 4 خيارات. من يكمل كل الخيارات راح هنا يعطيك جريت جوب، يعني انه كتابة النص تمت بشكل اكاديمي او الشكل اللي انت مختاره، يعني تقريبا بالمستوى المطلوب. نجي هسه راح نشوف السجستشن نقترحها لنا. يقول لك اول شيء مثل هنا انه هذا عندك الذات، انه راح افصل بهذه الطريقه. اي خيار ينطك اياه من تريد تطبقه يقول لك شو تريد اكسبت، لو انه دشمش انه الدسمش انه يعني نهمله، فانت تختار الخيار اللي موجود تلقائيا، تقدر تشيك خيار خيار. تمام، هسه هنا انه هذا لاحظ هسه ممكن احنا يعني هنا انا مستخدمه مفاضله، لكن هاي المفاضله انه خطا لان كولر بدون مور، فشوف هو ده يقول لك انه تستخدم انت كولر او مثلا مور كولر، انت مثلا مور ريلاكس مناسبه الوضع اللي هنا، فتكتب انه مثلا الكولر او مثلا ار شاون، ده يعطيك تنبيه انه كتابتك هنا غير صحيحه. مثلا راح استخدم هنا مثلا ار شاون، مور ريلاكس مثلا ما تناسب كتابتي الموجوده هنا اللي مقترحه هو علي، فانا ممكن عن طريق الاقتراح انه ينبهك انه شلون تعدل هذا النص، مثلا ار شاون مور كولر، او مثلا شو كولر مثلا هسه هنا انطفت فعل قبلها، وبالمناسبه اي شيء تنطيه هو راح يعدل لك اياه اذا انت سويته بشكل صحيح لو خطا. SHOW انطاني خيار افضل دان افرج كذا. هسه نجي هنا انه دا يقول لك هاي الكلمه غير واضحه، هاي الكلمه موجوده هنا غير واضح، فممكن تعدله. نجي هنا بهذه الكلمه بقصد انه غير مناسبه، اكو خيارات ثانيه لها، اذا تناسب more significant اوكي اختار، انه اذا ما تريد انه تاخذ خياراتها تضغط منها فاكسب. تمام عيني، لاحظ هنا هنا بهذا الشكل انت تشوف الخيار اللي يناسبك. في بعض الاحيان اذا شاف في جمله معينه غير متناسبه لك يسوي لها ريفريز بسيط جدا، يقدم ويأخر ما يغير بالكلمات، مجرد يقدم ويأخر. تمام عيني، هسه هنا ماكسيمم فاليو ار شاون ان وينتر ان كونسترينت، وفي المقابل الارد بريود شوف وش سوى ان كونسترينت الارد ماكسيمم فاليو. تمام عيني، فلاحظ انه ده يسوي ريفريز بسيط، ما يجيب لك كلمات ولا يغير بمنطوق كلمات معين. فري رايت راح تكون الكتابه واضحه بهذا الشكل. فمن انه تخلص مثلا كل هذه الامور اللي عندك انت تصححهن، راح ينطيك هنا اذا بقت في جزء او ما فاهمه، فانت تلقائيا راح تشوف انه التصحيح من نا يبدي. لاحظ هنا من نا يبدي الى ان يوصل مرحله ينطيك هنا جريت جوب. اذا انطاك هنا كلمه جريت جوب معناها النص كان يكون اللي انكتب حاليا انه تقدر انه تعتبره انه نص جيد مفهوم. تمام، هذا الشيء راح يفيدك كلش هواي، يساعد لك الجرامري، اكو اشياء يجوز انت ما تنتبه عليها اثناء الكتابه الاعتياديه والكتابه تكون مطوله للبحوث، فهذا الشيء راح يفيدك هواي. نجي على شغله ثانيه راح ناخذ منها في الجزء بي سايتيشن الى اي مثلا باحث او حتى يعرف انه شلون طريقه كتابه سايتيشن للبحوث. هسه راح ناخذ اي نص مكتبه بسايتيشن الى بحث معين بيست، هذا النص عندي بهذا الشكل. تمام عيني، اول شيء راح يسوي تشيك اب الى للكامل، راح يعطيك المكانات اللي تحتاج الى تشينج. لاحظ شوف ايش قد يفيدك انه انت ممكن اكو بعض الاشياء غير منتبه لها. لاحظ هسه هنا بدي اشير لي على هذا اللي انا مسويه هنا ضمن هذه الكتابه، هنا اكو سايتيشن الى بحث معين، يقول لي انه انت بما ما دام اختار طريقه الاي بي اي فطريقه السايتيشن المفروض تكون بهذا الشكل. تمام، حتى السايتيشن للبحث داخل هذا ينبهك عليه ويعدله بالشكل الصحيح. لاحظ هسه هنا شوف كميه الاخطاء اللغويه والنحويه اللي تلقاها من كتابه معينه وان كان البارت بسيط. لاحظ هسه هنا ايضا عندك سايتيشن ده يقول لك انه التصحيح وين ده يكون. فلاحظ هنا وكذلك نفسه يشيك الجرامر العادي، ينطيك اكو بعض الكلمات بدايه حرف كبير صغير يغيرها، ناسي انت في مكان معين فارزه يذكر لك اياها،
اكو فد تصحيح كلمة اس او غيرها يصحح لك اياها. اكو بعض الكلمات الجرامري انه هذا الاعتيادي اللي ينطق اياه مع اللي يصحح هنا يصير اختلاف بسيط. هذا الاختلاف منين جايك؟ هذا الاختلاف يجي هذا الاختلاف من سبب واحد. السبب الرئيسي بالاختلاف انه مرات الكتابة الوورد الاعتيادية تمشي على الامريكان يعني انجلش الابلكيشن مالته، هنا مثلا انت مختار بريتش، مثلا كلمة اناليسيس هنا يكتبها بالاس والكلمة الامريكية تكتب بالزد، فبعض الكلمات اكو يطلع بيها اختلاف انه يقول لك مودلنج، ما اعرف مثلا كلمة مودلنج هنا يكتبها دبل ال يعني البريتش انجلش، اذا مثلا باللغة الامريكية ال وحدة، فاكو بعض الكلمات جدا بسيطة انه المفروض انت تعرف كتابتك هل هي مثلا شنو خيارها، اذا كتابة اكاديمية لبحث معين تختار البريتش وتثبت على هذا الخيار، لاحظ من يكمل لك كل الاخطاء والسجستشن والمقترحات على هذا البارت اللي انت اقترحته هنا يقول لك great job. هنا تلقائيا يتسيب يقول لك انه سيف ينحفظ لك اياه ضمن ملفاتك. فهسه تقول لك مثلا راح اطلع من هنا يا اني لاحظ راح ارجع وكانه للاوريجن مالته. لاحظ هسه هنا هاي موجودات، هذا هسه اللي كتبناه حاليا، هذا اللي كتبناه قبل شويه، تمام؟ تقدر انه انت تحذفه؟ اي نعم تقدر، من هنا تنطي ديليت وهكذا. وانتو ايش قد تقدر انت تنطي ديليت للكل، تريد تحفظهن ترجع لهم في اي وقت تقدر تحفظهم ترجع لهم. اتمنى تكون محاضره هذا اليوم واضحه ان شاء الله لكم، واذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا. نلتقي بكم ان شاء الله على محاضرات قادمه. دمتم بامان الله وحفظه.